إلى المسجد لتسمعوا رسالة أمير المؤمنين. أيها المسلمون، إلى المسجد لتسمعوا رسالة الخليفة عمر بن الخطاب. أيها المسلمون، إلى المسجد لتسمعوا رسالة أمير المؤمنين. أيها المسلمون، إلى المسجد لتسمعوا رسالة الخليفة عمر بن الخطاب. أيها المسلمون، إلى المسجد لتسمعوا رسالة أمير المؤمنين. إلى المسجد لتسمعوا. يقول أمير المؤمنين إنه لا يرضى لكم أن تصغوا إلى وشايات العدو أو تعيروا لأراجيفه آذانا صاغية، لأنه يريد أن يفت في عضدكم ويكسر شوكتكم، وهو إذ يذكركم دوما بهزيمتكم في واقعة الجسر إنما يحاول أن يرعبكم ويخيفكم حتى تخضعوا لسلطانه وسطوته وتشعروا بتفوقه عليكم في العدد والعدة، وهو يكيد للوقيعة بينكم وبين إخوتكم وأهليكم الذين خرجوا احتسابا لله في واقعة الجسر وأبلوا بلاء حسنا لكنهم لم ينتصروا لخطأ وقعوا فيه سوف لا يتكرر بإذن الله. يقول عمر بن الخطاب إنه فئة كل مسلم، وهو أيضا فئة المهزومين لا يتخلى عنهم. ماذا يقصد؟ يقصد أن أمير المؤمنين نصير حتى لمن انهزموا، ولقد جهز أمير المؤمنين جيشا سيوقف الفرس عند حدهم بإذن الله ويثأر لنا مما حدث في واقعة الجسر. وولى الجيش رجلا تعرفونه جميعا، سعد بن أبي وقاص. لكننا لم نعرفه رجل حرب. أنسيت أنه أول رام في الإسلام؟ سعد لا يطيش له سهم. إن أمير المؤمنين يرمي الفرس بسعد بن أبي وقاص، وبإذنه تعالى سيصيب سهمه قلب فارس. وهو يعلمكم أن كل من يملك سلاحا أو فرسا أو نجدة أو رعيا فعليه أن يؤازر جيش سعد، والله ينصركم وهو المستعان. Thank you.
نزلت جيوش المسلمين أرض الشراف يا مثنى. الحمد لله الحمد لله. وما إن وصل سعد بن أبي وقاص حتى سأل عنك. المثنى بن حارثة بطل حرب فارس. الجيش الكبير خرجوا من المدينة وهم 4000، ولكنهم الآن 12000 عدا النساء والأطفال. لا تثقل على نفسك يا مثنى. دعني يا مهنة، فليس أحب إلى نفسي من هذا الحديث. ثم يزيد الجيش في كل يوم بمن يلحق به من المسلمين والعرب وأهل السواد. حمدا حمدا لله. تعظون بدولية سعد؟ والله ما كان أحق بها من المثنى. سلمى، أولست أعرف الناس بحرب الفرس؟ والله إن عمر بن الخطاب يعرف قدر أخي المثنى ويثني عليه في كل وقت. ولذلك ولى أبا عبيد ويولي الآن سعد بن أبي وقاص، خشي أن يفتن الناس بالمثنى كما خشي أن يفتنوا بخالد. الفرس كانوا أهلي وأنا أدرى الناس بهم، لم يخشوا من العرب سوى المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد من قبلي. وسيظل قومك يخشون المثنى يا شيرين، وعندما يمن الله عليه بشفاء قد يكون لأمير المؤمنين رأي آخر. والله ما أردناها ولاية ولا قيادة، إنما أردنا مرضاته تعالى. كان علينا أن نردع الفرس حين آزروا المرتدين وأغروا ضعاف التقوى بالذهب للانقلاب على الخلافة. سيأتي يوم يطرد فيه الساسانيون والروم من أرض العرب. أوهام في أوهام، لن يستطيع أحد أن يزحزح الساسانيين عن أرض العرب. أنا منتصر دائما في معاركي. لكن الملكة بوران عمة شاهنشاه. جاءتنا الأخبار أن جيش العرب قد اقترب. عجيب أن أرى غربان العرب وسعاليكها على أعتاب فارس وبلاد الروم. أرى أن لا نبالغ في قوة هؤلاء السعاليك. نعم أنا أرى أن لا نبالغ في قوتهم، فما هم إلا أجلاف حفاة. لنستمع إلى رستم قائد الجيوش. الوقت في صالحنا، ننتظر حتى يملوا ويفعلوا ما فعلوا من قبل ويعبر النهر فنقضي عليه. كلام قد يوصف بالحكمة ولكنه أيضا قد يوصف بالجبن. وماذا يرى الهرمزان العظيم؟
رأيي أنهم لا يستحقون أكثر من شخص واحد. وكيف ذلك؟ عندما مات قائدهم الأول محمد قامت حروب الردة، فدعمنا المرتدين حتى كدنا نقضي على المسلمين. فلو أننا اليوم أرسلنا من يقتل قائدهم عمر لقامت ردة أخرى سندعمها وينتهي أمرهم. هذا المطلوب عمر شاهد المجر. وأنتم تسافرون هنا؟ عمتي، نحن نتدارس خطة الحرب مع رستم. تخلص من رستم ومن بوران ومن الفيروزان والهرمزان. لن تنتصر على العرب حتى تقضي على الفساد والدسائس في قصرك. يا ومصيبتا، العرب قادمون، العرب قادمون. يا ويلكم من العرب، يا ويلكم من العرب، يا ويلكم من العرب. مولاي، العرب أقل عددا ولكنهم أكثر إيمانا بما يحاربون من أجله. أهم متحمسون للموت من أجل عمر أكثر من حماس جنودي للموت من أجلي؟ شاهنشاه يستحق أن نموت جميعا من أجله، ولكن حدثت بين العرب أشياء علينا أن نفهمها جميعا. لقد صاروا متساوين في الحقوق والواجبات. أي أنهم وراءهم تساووا بالعامة. العرب يحاربون وخلفهم الصحراء المترابية، بينما نحن نحارب حريصين على أهلنا ورفاهيتنا. الحرص يجعلنا نحارب أعنف. ثم إن عرب السواد هم أهل العرب المسلمين، ولذلك فأخشى ما أخشاه أن ينضموا إليهم إذا ما قامت الحرب. دعوا عرب السواد لي، فأنا أعرف كيف أجعلهم جيشا يحارب ضد المسلمين. نريد منك ألف رجل يحاربون معنا. كنتم دائما قدم فارس، فلا تعاونوا اليوم عمر. لقد آن وقت الجد، وأقسم بالنار المقدسة لو تعاون أحدكم مع المسلمين لجعلته عبرة لمن اعتبر. ما قولكم؟ يشترينا بالمال الآن؟ لا، لن نخون إخواننا العرب. لكنهم مسلمون. ليكونوا ما يكونون. أنا عربي أولا ونصراني ثانيا. أنا وكل النصارى من العرب سنعاون جيش سعد. جئت وداع مولاتي. رافقتك السلامة، وأنا في انتظار عودتك بالنصر. أحقا؟ أتشك في هذا؟ مولاتي، لماذا لا نواجه الدنيا بالحقيقة؟ أنا أحبك وأنت تحبينني، لماذا لا نتزوج؟ سبق أن قلت لك إنك لست من أسرة ساسان. إذن فلن تتزوجي أبدا. لم يعد في أسرة ساسان من يصلح لك زوجة. لقد انتهت أسرة ساسان يا بوران. لا تتحدث عن يزدشر، فهو لعبة نتسلى بها معا. تزوجيني يا بوران نقم أسرة جديدة. تريد عرش فارس؟ أترينني أقل من؟ قتل أبوك في محاولة كهذه. لأن أزرمدخوت لم تكن تحب والدي. أزرمدخوت ما زالت موجودة، عمياء حقا، ولكنها تستطيع أن تثير فارس ضدنا. والهرمزان والفيروزان ما زال يدسان لك. قولي إنك لا تحبينني. أيها الأحمق، أتحبينني حقا؟ ماذا يقول لك قلبك؟ الكل يخدعني في هذه الأيام،
حتى قلبي. العرب قادمون، العرب قادمون، العرب قادمون. يا ويلكم من العرب، يا ويلكم. العرب قادمون، العرب قادمون. يا ويلكم من العرب، يا ويلكم من العرب، يا ويلكم من العرب. بسيطة. هدية مقبولة. هل لنا أن نسألكم الطريق إلى القائد سعد بن أبي وقاص؟ أنا أدلكم عليه. أنا لا أستريح لهؤلاء دهاقين. دهاقين؟ هكذا يسمون سادة القرى. أخشى أن يبدأ السيف قبل أن ندخل حربا. لو متنا هنا فسيكون موتنا بسبب الطعام والراحة. استمتعوا بالراحة، فسيدخل بكم سعد حربا لم يعرف أحد مثله، فأنتم لا تعرفونه. والله إني لشديد الرغبة في القتال، ولكن أميرنا كما تعرفون من الذين يثيرون السلامة، وهو في الحقيقة رجل طيب. كيف أخباركم؟ بخير. وكيف محصولكم هذا العام؟ وفير، ونبيذنا كثير. الخمر؟ أنا أتغزل بها ولا أشربها. لو لم تشربها لما عرفت صفاتها. أو يترك الإسلام لأحد أن يشرب خمرا؟ ألا تجرب أن تذوقها مرة واحدة؟ يا أبا محجن، لقد حذرك الأمير من أن تنطق باسم الخمر. كسراقة، أنت تحلم بزوار كسرى، أما أنا. احذر يا أخي، في كل جيش فاسد وأنا فاسد هذا الجيش. قفوا، قفوا أيها الرجال، لا تركعوا لغير الله. إننا نجلك أيها الأمير. لما نحن جميعا سواسية، أولاد لآدم وحواء، ولقد أمرنا الإسلام بأن لا يركع أحدنا للآخر مهما كان. هدية صغيرة. هل قدمتم للجيش كله من هذا الطعام؟ قدمنا للجيش طعاما، ولكن طعاما كهذا لا يقدم إلا لأمير. ارفعوا! أنا لا أكل إلا من طعام جنودي.
معنا الطريق أيها القائد. تستريحوا. ماذا فعلتم لتستريحوا؟ كدنا نقترب من النجاة. لقد تلكنا شهورا أيها القائد، ولا أظن أنه من الحكمة أن نتعب الجنود قبل نهاية الطريق. هل أرسل لكم الفرس رسلا؟ جاءنا رسول من الهرمزان. ماذا يقول؟ يطلب منا أن نظاهرهم عليكم. ولكننا لن نفعل. نحن لا نساعد إلا من له الأمر بيننا. ماذا وراءكم؟ جئنا نشكو إليك أيها الأمير. إنهم لا يكفون عن الشكوى. هذا صحيح، فالواحد منا يولد شكاء، ولكن لماذا نشكو؟ لأنه يولد بين أشياء يشكو منها. قل ما تريد يا رجل. أيرضى الأمير أن نعذب ونحن نعيش في أرض تحتمي به؟ من عذبكم؟ هؤلاء. لن نعذبهم، فقد جلدناهم بالسياط. لقد فعلوا جريمة كبرى يستحقون عليها الجلد. لقد أكل النرسيان. هل أكلتم النرسيان؟ لكن ما هو النرسيان؟ النرسيان أيها الأمير إنه نوع من الفاكهة. أتجلدونهم لأنهم أكلوا فاكهة؟ إنها مخصصة لملك فارس، لا يأكلها غيره. لقد اعترفتم بفعلتكم، وليس لنا إلا القصاص. مولاي، كما جلدتموهم بالسياط يجلدونكم بالسياط. لا، هذا حقكم يا رجل، ونحن متنازلون عن حقنا. لماذا؟ صوت نضربه اليوم قد يجعلنا نجلد طوال عمرنا. متى يطمئن الناس إلى الغد؟ عندما يسود العدل. عدل دائم لا عدل لحظة. ملعونون هؤلاء العرب لأنهم تجرؤوا على الشاهنشاه. ولكن أتعرفون من ألعن منهم؟ ها؟ رستم. إنه أسوأ منهم يا جميلتي. شموس، إن المثنى لا يركبها إلا لحرب. ربما كانت حربه الأخيرة. وقل لابن أبي وقاص أيضا يوصيك المثنى أن تقاتل محتميا بالصحراء، فإن غلبتهم دخلت بلادهم، وإن غلبوك لا قدر الله لجأت إلى البادية
وقل له أيضا لا تحصر نفسك بين عدوك والماء كما فعل أبو عبيد رحمه الله. وفي النهاية قل له إن المثنى يدعو لك ولرجالك بالنصر. المعنى بن حارثة وسلمى زوجة المثنى. أهلا بكما. جئنا أيها الأمير بفرسان المثنى ورجاله لنكون بعضا من جيشك في حرب الفرس. رجال المثنى خير من حارب الفرس، والمثنى بن حارثة رحمه الله كان أفضل من قاتلهم. وصية المثنى بن حارثة رحمه الله لو كان على قيد الحياة لوليته الأمر. كان خير الرجال. أوصى لك بالشموس. نعم، كان خير الرجال. فضله علينا حتى بعد أن مات. أقل ما نفعله أن نكرم فرسه كما كانت في حياته، ولعلنا نرعاها أكثر. أيأذن الأمير لي بالانصراف؟ رسول أمير المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمير المؤمنين؟ بخير.
وكيف الناس في المدينة؟ ينتظرون واقعتكم مع الفرس حتى لا يسأل الرجل في حاجة فيؤجلها إلى ما بعد الواقعة. أما بعد فإني أمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. سنرحل إلى القادسية. هذه القلعة تشرف على القادسية كلها، يسميها الناس بالقديس، وأرى أنها أنسب مكان لإقامة الأمير. قال أمير المؤمنين لن تستطيع هزيمة عدو لا تعرفه، ولقد أمرني أن أرسل وفدا إلى الفرس يناقشهم، فإذا استمعوا له كان خيرا، وإن لم يستمعوا عرفنا على الأقل كيف يفكرون. فكرة جيدة، ولقد اخترتك في هذا الوقت يا معنى. لقد تعودنا أن نرى أرامل الشهداء، ومن بين رعايتهن أن نجد لهن أزواجا. هذا صحيح. أنا أخطب منك سلمان، ما رأيك؟ أنا موافق طبعا، فهل تتزوج سلمان خيرا منك؟ ولكن الأمر لها أولا وأخيرا، فهل لك أن تسألها؟ لا، لن أستبدل بالمثنى رجلا آخر ولو كان سعدا ابن أبي وقاص. تظلمين نفسك يا سلمان، وتظلمين الرجل وهو أمير جيش المسلمين. أفعل ما يحفظ الذكر المثنى في نفسي. لا تقولي الآن ما تندمين عليه غدا. كلا كلا، لن أندم على وفائي للمثنى. المثنى أخي، والأرملة عندما لا تتزوج فلا يعني ذلك أنها تفي لزوج مات. كوني عاقلة يا سلمى، هذا ما أراه. سأعتمد عليك يا شيرين في إقناعها، فأنا ذاهب مع وفد المسلمين إلى الفرس. كنت أنسى، سأتي لك برسالة تسلمها إلى بوران لعلها تهتدي. شيرين، قلت لك اقطعي صلتك بها وبغيرها، نحن كفيلون بأن نهديهم. إننا وفد الأمير سعد بن أبي وقاص إلى الملك يزدجر. أنا أستقبل وفد الأجلاف؟ بدلا من أن يستقبلهم رستم يرسلهم إليك أنني أحد قواده. أصرفهم يا مولاي. نعم نعم نعم، لا 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 لا، أطلب من مستشارية أن يحضروا. والوفد العربي يا مولاي؟ تصرف، أخرهم بأية طريقة، تجزهم حتى أنتهي من الاجتماع. لن نبقى هنا إلى الأبد. يبدو أن الملك لا يريد استقبالنا. أرى أن نرحل. لا معنى لبقائنا هنا، إذن فلنرحل. شاهنشاه في انتظاركم.
وقت عربي. من أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ ليتكم تشاغلتم عنا، ولكنكم دسستم لنا الدسائس واستخدمتم الذهب والخديعة ظنا منكم أنكم قادرون على أن تطفئوا النور الذي أشرق على أرضنا. لقد كنتم دائما بعض رعيتنا، ولم يكن واحد يستطيع أن يذكر فارس بسوء، لكنكم اليوم تحشدون الجيوش لحربنا، أليس هذا شيئا يدعو للسخرية؟ ربما، لولا أن كثيرا من الأمور تغيرت لدينا. لا أدري هل الملك يجهل هذا أم يتجاهله. لقد ولد بيننا نبي دعانا إلى دين الحق ووحد أمتنا بعد أن كنا شيعا، وحملنا رسالته إلى الناس أجمعين. سأعفو عنكم، نعم سأعفو عنكم جميعا، عودوا إلى دياركم ولن أقاتلكم ولن أعاقبكم. لا تجري الأمور بهذه البساطة أيها الملك، لقد جئنا نعرض عليك ثلاثة. ماذا تعرضون؟ مولاي، ألا ننتظر حتى يحضر رستم؟ لقد أرسلنا في طلبه. رستم هو الذي ورطني في هؤلاء، ثم إنني أريد أن أعرف شروطهم. قولوا شروطكم. الدخول في الإسلام ونترك مجوسيتنا. الإسلام يدعو لإله واحد. ثم ماذا عندكم غير هذه؟ إذا لم تدخل الإسلام فعليكم أن تدفعوا الجزية. أتريدون فرض الجزية على ملك فارس أيها الصعاريك الأجناف؟ لأن الرسل لا تقتل قتلتكم، لكنني أقسم أن أقتلكم جميعا في ميدان المعركة. ليس لديكم عندنا سوى الحرب. هذه هي الثالثة أيها الملك. أتريدون الجزية؟ قد أعطيها لكم. هذا إذا لم تدفنوا وكل جيشكم في أرض السوات. وأخيرا أيها الملك، ماذا سنقول لأميرنا؟ من أشرفكم؟ من أشرفكم؟ أشرفهم؟ نعم. إنه فخور ولا يعرف ما سيحدث له. حملوا أشرفهم هذا التراب. أشرفهم، قل لأميرك يا أشرفهم إن هذا هو ردي. الأحمق كان فخورا بأنه أشرفهم،
أرأيت؟ أرأيت التراب يتساقط عليه؟ ليس أشرفهم، ظن أن الأمر فيه مكافأة، لكنني أمرت فحملوه التراب. هل سلمتهم تراب فارس؟ أولاي، هذا معناه أنك سلمتهم أرض فارس. أسرعوا، استعيدوا التراب. سيكون فعلا سيئا لفارس. أدركوهم! تراب فارس حملني إياه ملك الفرس. أيها المسلمون، هذا فعل حسن. بإذن الله سنطردهم من أرض السواد التي يحتلونها ونعيد أرض العرب للعرب. أسرعي، الأمير على وشك الحضور. أتقابلين الأمير وأنت متجهمة الوجه هكذا؟ أنا كان يدري أن المثنى قد مات، وأنه كان زوجي، وأنني لن أسلوه أبد الدهر. لقد انقضى على وفاة المثنى رحمه الله أكثر من أشهر العدة، وسعد بن أبي وقاص لا يبغي سوى كرامتك. تفضل. أهلا بك أيها الأمير. أهلا بك يا شيرين. كيف حال سلمى؟ بخير. جاء الأمير يسأل عن طلبه. هل لك أن تخبرني لماذا تريد أن تتزوجني؟ سلمى، قبل أن أراك أردت أن أكرم المثنى في أرملته بالزواج منها، ولكن بعد أن رأيتك انضاف إلى مقصدي مقصد آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من السعادة، المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء، المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. منتصف الليل،
كل شيء هادئ والنار تحفظ ملكنا شاهنشاه. رفيل. نعم يا مولاي. أتظن يا رفيل أننا نقرأ النجوم حقا؟ أم أننا نهمس لها بما نتوقعه؟ لا أدري يا مولاي، ولكنك خير المنجمين في فارس. ومع ذلك فأنا لا أعرف ما يحدث. نحن الأقوى يا رفيل، جيوشنا أكبر، ومع ذلك فأنا لا أدري ما يحدث أو ما سيحدث. أريد أن أعرف ما غير هؤلاء البدو. يقولون إنه دين جديد. يجب أن أرى واحدا منهم. أهلا بك يا زهرة. بلغني أنك كنت من أمراء هجر. نعم. كانت هجر بين أملاكنا. نعم أيها القائد، كانت. قيل لي إنكم دعوتم الملك يزدجرد إلى دينكم الجديد. نعم، وإذا استجاب لدعوتنا رحلنا ولم نعد إلا إذا طلبتم مساعدتنا. هذا يدهشني، فللحرب أسبابها، وقد أحالف من يخالفني في الدين وأقاتل مجوسيا مثلي. ليست غايتنا الحرب، بل إعلاء كلمة الله. أي دين هذا؟ الإسلام. أما شعاره فشهادة لا إله إلا الله، وأما أساسه فإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فديننا يقول إن الناس جميعا بنو آدم وحواء، ولذلك لا يفضل أحدهم الآخر إلا بتقوى الله. هذا كلام جميل لا أستطيع الاعتراض عليه، ولكن هل زرتني لنتحدث في هذا الأمر بشكل أوسع؟ أستأذن أميرنا أولا، فإذا وافق فلا اعتراض لدي. ما كنت أرضى بعد المثنى برجل آخر، وما كنت أرضى بامرأة ليس لها كل هذه القدرة على الوفاء. يا سعد! أيها الأمير! تعال يا رجل! دع عروسك وانظر في أمر رجالك! تعال وإلى جئنا إليك. لقد سئمنا الراحة والانتظار، لقد جئنا لطرد الفرس من أرض السواد، ولم نحضر للتمتع بالشمس والهواء والقمر. يا سعد! بتكرار يا أبا محجن، عدوه الحبس. أتحبسني يا ابن أبي وقاص؟ لسنا نريد أن نحمل ذنوبنا ونحن نقاتل. أتقاتل حقا؟ لن تقاتل يا سعد، لن تقاتل. والسجن لن يمنعني أن أقول الشعر في الخمر أو في سواه. يا الجنود، إن عدوكم يريد أن نسأم ونمل الانتظار حتى نضطر لمهاجمته في المكان والزمان الذي يريد، لكن خطة أمير المؤمنين أن نستدرج الفرس إلى هذه الأرض التي اخترناها نحن للمعركة حتى نقضي عليهم قضاء مبرما ونطاردهم إلى المدائن. ثم بلاد فارس القادسية هي باب فارس. الصبر، الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yeah.
سواد، بارك الله فيك وفيهم، إنما نحن إخوة. نعم، فمهما اختلفنا نحن أخوة، وأمام العدو الواحد نحن رجل واحد. لدينا كثير من المؤن، لكننا نحتفظ بها للمعركة ولا تمس قبل ذلك. ألم تأتي سلمى؟ وكيف تأتي سلمى اليوم وهي عروس؟ سلمى هذه حسنة الحظ، فهي لا تتزوج أقل من قائد الجيش. تقدم لخطبتي 3 من الفرسان، لكنني ما زلت حائرة. تزوجي أوسمه، لكنه ليس الزعم. اسمعي نصيحتي، تزوجي أكثرهم شرفا. يا أم جسام، أنتظر فارسا يجمع بين الصفات 3: الوسامة والشجاعة والثراء. ويلكن، هل جئتن للجهاد في سبيل الله أو الزواج؟ لهذا وذاك يا أم المجاهدين. حديثكن مفتدل يا فتيات. يا خلفاء، يصحب هذا الجيش 1500 امرأة، كلهن خرجن للجهاد، وكلهن كما تعلمين يا خنان يشرفهن الزواج من المجاهدين. وصل رسول العرب يا سيدي. لقد أرسل لنا العرب الرسول الذي طلبناه، وسوف نبهره بما نحن فيه من عظمة. سلاحك. أنا لم أتكم في حاجة فأضع سلاحي، بل أنتم الذين دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت. إذنوا له. فما هو إلا رجل واحد. اجلس هنا. إنا لا نستحب الجلوس على زينتكم هذه. ماذا أتى بكم إلى بلادنا؟ ليست بلادكم، هي تحت حكمنا. لن أذكرك أيها القائد بأن هذه الأرض هي أرض العرب، وأن ديننا يدفعنا إلى تحريرها وتحرير أهلها من أيدي المغتصبين. وما دينكم هذا؟ يدعو إلى إله واحد لا شريك له، يأمر الناس بعبادة الخالق وحده، يدعو إلى الفضيلة. ومن يختلف على شيء كهذا؟ ولكن دعونا نرى في ذلك رأينا، نحن نحتاج إلى وقت. كم يكفيكم؟ يومان؟ أتريد أن تغير دين دولة دام آلاف السنين في يومين؟ 3، ولا أستطيع أن أزيدها. أنت قادر على أن توقف الحرب 3 أيام؟ وبعدها يرى الأمير رأيه. أسيدهم أنت؟ لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد،
وإذا أعطى أحدهم كلمة التزم بها الجميع، وأنا قادر على أن أمنع عنكم جيش المسلمين 3 أيام. هذا الصعلوك، انظروا كيف دجج نفسه بسلاح لا يقتل نملة. لو جاءني أحد عبيدي بزي كهذا لقتلته. انظروا إلى سيفه. أمامك 3 أيام. هل رأيتم كلاما أعز وأوضح من كلام هذا الرجل؟ وحق النار المقدسة، لن نميل إلى دين هذا الكلب. ألم ترى ثيابه؟ ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب تستخف بلباس وتصون الأحساب، وليس مثلكم. في بعي. قل لي ماذا تريد؟ كيف يصبح الرجل مسلما؟ الميمنة. سمعا وطاعة أيها الأمير. يجب أن يكون القوس بحذاء كتفك هكذا. حياك الله أيها الأمير، هل تريد منا أن نفعل هذا؟ إنما أنا رجل حمله أمير المؤمنين عبء أن ينوء به كاهله. يا قوم دلوني على الأمير. تعال يا صاحب رسول الله، تعال. أتعرف ذلك وأصلب في إمارته؟ ومن ظلمك يا ابن مكتوم؟ المغيرة بن شعبة. أنا؟ أنت هنا أيضا؟ وكيف ظلمك المغيرة؟ يمنعني من الجهاد. لا يمنع أحد من الجهاد في سبيل الله. قل له يا ابن أبي وقاص، قل له. أنت تضيع وقتنا يا ابن مكتوم. تقترب من النار يا مغيرة. أنا من نزلت فيه تلك الآية عبس وتولى. ماذا تطلب ونحن نحققه لك؟ نعم، قل للأمير ماذا تريد. أن أحمل لواء المسلمين. أنت؟ نعم أنا. ولكن يا ابن مكتوم، حمل اللواء يتطلب شخصا مبصرا. هراء يا ابن عمرو، أيحمل اللواء بالبصر أم الذراع؟ لكنك قد تقتل يا ابن مكتوم. احرموني الشهادة وأنا أشكوكم إلى أمير المؤمنين. أتظنون الجهاد مقصورا عليكم فقط؟ والله لترون ما يفعل ابن مكتوم وتخجلون من أنفسكم. سلمه اللواء، الله يفعل ما يشاء. سلم لي اللواء يا ابن أبيك، سلم لي اللواء. ما بك أيها الأمير؟ ويظل زهر بن الحوية قائدا للطلائع. نعم أيها الأمير. ما بك أيها الأمير؟ ألم بسيط في ساقي. يحسن أن نحملك إلى دار. لا شيء، سينتهي الأمر فورا. ماذا بكم؟ هو مجرد ألم عابر. لابد أن نعتمد على بجيلة. هم أخبرنا بحرب الفرس، لذلك جعلتهم في الميسرة. أريد أن يأكل الجنود جيدا. وعند المعركة لم يبقى أمامنا إلا التمر والحنطة. هل لك أن تلبس سوار كسرى يا سراقة؟ وأنا في الانتظار أيها الأمير. لقد تنبأ بذلك رسول الله.
ولا بد ان تتحقق نبوءته. كنت مع الرسول في موقعة الخندق، رغم ما كنا فيه من ياس وبلاء، تنبأ الرسول بفتح فارس واليمن وبلاد الروم. يتحدث كأنه سيقاتل فعلا. لقد مللنا الانتظار، لا أظن أن سعدا سيحارب. لا تقل مثل هذا الكلام، ألا تنسى أبدا أنك يهودي؟ كفاك يا سلمى، كفاك. تحمل قليلا. عودي إلى حيث تعملين مع نساء، لا تشغلي نفسك بي. عملي إلى جوارك. لست حزينا إلا لأن هذا يحدث لي وقد أصبحت المعركة وشيكة. كيف حال الأمير؟ لعله عارض ويزول. ماذا وراءك من أخبار يا زهرة؟ وصل الفرس إلى بلاد أخرى، وأراها فرصة مؤاتية لمهاجمتهم قبل أن يكملوا استعدادهم. لا يا زهرة، سنختار نحن الزمان والمكان، ولن أعبر النهر أبدا فأكون محاصرا بالماء. ما داموا قد اقتربوا فمعناه أنهم سيبدأون المعركة. أريد تفاصيل أكثر عنهم يا عمرو. نعم أيها الأمير. خذ 5 رجال وتسلل إلى معسكر جالينوس. أمرك. وأنت يا طليحة خذ 5 آخرين واذهب إلى معسكر رستم. أيها الأمير، ألا تراني أساوي 6 رجال؟ سأذهب إليهم وحدي. يا لي من رجالي. أيها ألم جسدي. ستشفى ساقك عما قريب. ليست المشكلة في ساقي فحسب يا سلمى، لكن الدماميل في فخذي لن تجعلني أستطيع الركوب. من أنت؟ صديق. أنا لا أعرفك. ربما، لكنك تعرفين هذا، خاتم بوران، تعرفينه ولا شك، وهي ترسل لك تحياتها. بوران تعرف جيدا أن من الخطأ حضورك إلي. هذا ما قلته فعلا، ولكن سيد الهرمزان يريد أن يعرف بدقة عدد جيوش المسلمين. وتظنون أن ذلك ممكن؟ لا أدري، لكن سيد الهرمزان قال أنك تستطيعين معرفة ذلك. يتطلب ذلك بعض الوقت. أرسلي ما تعرفينه بأسرع وقت ممكن. هل رآك أحد وأنت آت؟ كلا. حسنا، انصرف الآن وأكد للجميع أن كل ما يريدونه سيصل إليه. الوقوف أو الجيوش يا سلمى. استريح. يا فرحة الفرس إذا عرفوا أني في هذه الحالة. أميرنا مستريح فلا تزعجوه. لقد أنا ابن خالد بن عرفطة وعليه أن يمنع هذا الضجيج. جيش بلا قائد، هذا لم يحدث أبدا. يا ليث
يا حنظلة احملوني إلى الخارج، احملوني إلى الخارج. لا أرى أن خالد بن عرفوط يصلح قائدا لهذا الجيش. كنا نرى سعد بن أبي وقاص دون خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة، فجاءنا بمن هو أقوى فعلا منا. اسألوني، اسألوني عن سعد، أنا أعرفه، إنه داهية. تعني أنه ليس مريضا؟ إنه يريد أن يشرف على المعركة من بعيد حتى يدبر تدبير سليم. لما لا نرسل إلى أمير المؤمنين، نطلب منه أميرا للجيش. وليس لدينا أمير؟ نحن علينا أمير. خالد بن عرفطة. لا تخجلون من أنفسكم؟ ولم نخجل أيها الأمير؟ هل نتهرب من القتال؟ كنت أوثر على أكتم ما بثلاني الله به، لا لشيء إلا لكي لا يعرف به الفرس، ولكنكم تضحكتم بمرضي فلم يعد الأمر سرا. لقد اخترت خالد بن عرفطة، ولا أعرف من اخترت، ولا يملك هذا الحق في سؤالي إلا أمير المؤمنين. فإذا كان قد أعطى هذا الحق لأحدكم فليتقدم خطوة وليقل كلمة واحدة. خذوه من الحبس، هيا. على الأمير أن يدبر حبسا يكفي للجيش كله. هل اتهموك بشرب الخمر؟ يا ملعون، أنا لا أشرب الخمر. وأنا كذلك. يا أبا محجن؟ نعم. ألست أنت القائد؟ إذا مت فاسني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها؟ عروقها؟ عروقها. ولا تدفنني بالفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذا ليس من الإسلام في شيء. للإسلام سيفي وللخمر بعض شعري. أيتها الأميرة، جفينة، لماذا قتلت؟ إنهم يثقون بي الآن أكثر. كان رجلا مسكينا. ألم أقل إنك أحمق؟ أنا أقاتلهم مثلما يفعل رستم، ولكن بطريقتي. ليست يدي قوية لتحمل سيفا، ولكن جراحي أكثر عمقا. يقولون إنك تحبين المعنى. إلى الجانب الآخر أنتمي بقلبي ودمي. القلب لا يتمزق بين جانبين. اذهب إليه. لمن؟ إلى رستم. لا، أنا من يأمر هنا. لقد انتهى دورك بين العرب. اذهب إلى رستم وبلغه رسالتي. يجب ألا يرسل إلي أحدا حتى لا أضطر إلى قتله. أنا أعرف كيف أبعث إليهم بالأنباء. يصلون. وهؤلاء لما لا يفعلون مثلهم؟ إنهم نصارى أيها القائد. نصارى؟ نصارى ويحاربون مع المسلمين؟ لا أستطيع أن أفهم هؤلاء العرب. أريد أن ألتقي برجل آخر منهم. Thank you.
أنت رستم؟ طلبتني، فماذا هناك؟ نقتسم البلاد بيننا ويصبح النهر حد الفاصلة. ولا تظن عرضنا هذا ضعفا، فنحن الأقوى جيشا والأكبر عددا والأكثر عتادا. لم يرسل نبينا ليدعو الناس حتى النهر، بل أرسل إلى الناس كافة. ألا تعرض الأمر على أميركم؟ أنا هنا أنطق باسم الأمير وأقول ما سيقوله، ومهلتنا كما هي، 3 أيام منذ أن وعدناكم بها. وإذا؟ ليس أمامكم إلا 1 من 3: الإسلام أو الجزية أو القتال. إنكم تأبون إلا الحرب، فليكن. اعبروا إلينا. بل اعبروا أنتم. سنبقى في مكاننا حتى تعبروا إلينا. لن تستطيع ذلك يا رستم، فملككم يريد الحرب وأنت لا تريدها خوفا من سوء المصير، ولكنك ستحارب خوفا من الملك. تجاوزت حدودك أيها الوقح. اليائس يلجأ دائما إلى الشتائم. غدا ستكابدون ما أخبرتنا به النجوم. بشرتنا بالخير يا رستم. سنعبر إليه. سنعبر إليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كما نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشورى واجبة، وأكثر من رأي أفضل من رأي واحد مهما كان. فهل أحدكم رأي يشاركنا به وله أجره من الله؟ لقد قلنا لك أيها الأمير كل ما لدينا، والآن ليس لنا إلا العمل. فلنتوكل على الله. اسمعوني، عندما أكبر التكبيرة الأولى فأعدل الصفوف وهيء الجند، وعند التكبيرة الثانية هيئوا الجيش بأكمله. أما إذا كبرت التكبيرة الثالثة فليخرج الفرسان للمبارزة، أما إذا كبرت التكبيرة الرابعة فاسحفوا إليهم وقاتلوهم قتال من يحب الموت حبه للحياة، ولا تنسوا قلة عددنا وكثرة عددهم، إن كل رجل منكم يقاتل 12 رجلا من الفرس. لكن لا بد أن تصمدوا، فكم حدث لنا مثل هذا من قبل وانتصرنا. ولا تنسوا أن العالم كله من عرب وروم وفرس ينتظرون نتيجة هذه الواقعة. احمدوا الله على ما أبلاكم، وسلوه يزدكم، وادعوه يجبكم. أنتم وجوه العرب وأعيانهم، وخيار كل قبيلة، وعز من وراءكم. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا. الله معكم إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن. ما عيلتكم اليوم وأنتم في حصونكم ومعكم من لا يعصيكم؟ إنكم أعيان العرب، وقصمتم للأعيان من العجم، وإنما تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنيا.
فإنها تأتي من تهاون بها. الله الله، اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها. لا تحدثوا اليوم أمرا تكونون به شيئا على العرب غدا. فإن تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة. أرسل هذه إلى أمير المؤمنين، وهذه إلى عاصم بن عمرو، وهذه إلى خالد بن عرفة. لماذا تضحكين يا عمتي؟ أنت تخاف العرب، ومن يخاف أحدا يهزم. المعركة على وشك الانتزاع. المعركة على وشك الانتزاع. يا آذان، نرى على من نركز هجماتنا؟ على بجيلة أيها القائد، إنها أخبر قبائلهم بقتال الفرس وأشدها مراسا. سنقضي عليهم أولا. أيقاتل سعد وأنا هنا في الحبس؟ أرأيتم في حياتكم شيئا كهذا؟ لو لم تفعلوا ما فعلتم ما كنتم هنا. أصارحكم القول، إنني نادم على ما فعلت. لن أذوق الطعام حتى يجيء سعد إلى هنا. من حقي أن أقاتل. يا سعد، يا ابن أبي وقاص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Thank you.
اخرج له يا هرمز. ولكن من يكون هذا؟ انه غالب بن عبد الله الليثي. وماذا يعني هذا بين العرب؟ انه رجل من غمار الناس، وما عرفته يقاتل سوى الان، وغالبا ما يتركونه لحراسة الاطفال. اتريدني ان ابارز حارس الاطفال؟ نعم. انا من قادة الفرس وهو صعلوك، فكيف اقبل قتاله؟ معنى هذا انك تستطيع قتله بقبضة سيفي. وهذا ما نريده. علينا ان نقتل اول مبارز عربي، لان هذا يوهن عزيمته. هيا اخرج له يا هرمز. علي بحصاني. هذا هو حارس الأطفال؟ نعم يا مولاي، نعم. أتخدعني هذا؟ لا، وأقسم. أجاسوس أنت لهم؟ كيف يا مولاي؟ مستحيل. من يخون مرة يخون كل مرة. يقولون إنه أحد قادة الفرس، ولا أظنه كذلك. Thank you.
من هؤلاء؟ بجيلة التي حددت القائد عنها. شالينوس، ركز رجالك ضد هؤلاء. هؤلاء انهم 2000 فقط، لكنهم اخطر العرب على الفرس. سنقضي عليهم. أن يرسل بعض فيلته ورجاله ليهاجموا بجيلة من الناحية الأخرى. وقل له إن رستم يقول لك يجب القضاء على بجيلة بسرعة. هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم يمزقون بجيلة. ماذا تقولين؟ قومك يا سلمى كادوا يفنون، والأمير يتفرج عليهم من فوق القديس. Thank you.
ما يحدث لبجيلة. صبرا. ومثنياه ومثنياه، ولا مثنى للخيل بعده. غيرة وجبنة. لم تقدري أنت حالتي، فالأحرى بالآخرين أن لا يفعلوا. يا زهير، اذهب إلى بني أسد وقل لهم يقفوا إلى جوار بجيلة. هيا أسرع. اكفني شر الفئلة يا عاصم. سمعا وطاعة أيها الأمير. عاصم، لعلك أكثر خبرة مني بقتال الفئلة، ولكن عليكم أن تتسللوا وتقطعوا الحبال فيسقط عنها الرماة، ثم تلقون بالسهام إليها في عيونها ومشافرها. هذه مواطن الضعف فيها. هيا.
ألم يعد أولادك بعد يا خنساء؟ لا. ليس علينا إلا الانتظار يا بنيتي. ما كان للأمير أن يدفع سلمى هكذا. سلمى هي المخطئة. ما كان لها أن تهتف باسم زوجها الأول كأنما تفضله على الأمير. ألا تكفاني عن هذا الحديث؟ سلمى، نحن لا نريد لك سوى الخير. لن أنسى له أنه صفعني. سلمى، أنت أيضا أخطأت. سعد رجل شجاع، ولو لم يكن مريضا لرأيت ما يفعل. أما وهو مريض فأنا وحدي أدرك كم يعاني. يا قوم يا قوم، لا تتأخروا بدفن الشهداء، فديننا يأمرنا بأن نسارع بدفنهم. هيا. شكرا أيتها النار المقدسة، بفضلك اليوم كسرنا العرب، وفي الغد نهزمهم الهزيمة الساحقة. كوني معنا أيتها النار المقدسة، أحرقيهم بلهيبك. لولا هذه الفئات الملعونة ومع ذلك فقد قتلت اثنين من الفرس. هذا لا يكفي، ألم يقل الأمير إن كل واحد منا يقتل 12 رجلا منهم؟ كان صعبا علي أن أقتل 12 رجلا في يوم واحد. لقد كان جنديا سمينا، لم أخشى سيفه ولا رمحه، ولكن خشيت أن يجلس علي فأختنق. ولقد آثر السلامة لحسن الحظ فأهديته سهما في فخذه، ولا أظنه مس سوى الشعم. من يدري، قد يدفن هنا أخي. لقد فقدنا الكثير من رجالنا اليوم. نالوا الشعالين. وفي الغد لنا النصر بإذن الله. تأخرتم، حمدا لله على سلامتكم. كيف كان قتالكم؟ لك أن تفخري بنا يا أمه. آهٍ لو رأيت الفارس الذي قتلته، كان يتيه بنفسه كما لو كان سيعيش أبد الدهر. جائع أنت يا ولدي. لو متنا فليس بيد الفرس بل من الجوع. هيا لتأكلوا. لما لكم كما نرجو. حقا كان يوم عماس عصيبا. لقد فاجأتنا الفيلة أيها الأمير. علينا نتوقع المفاجآت دائما من عدونا. لن تكون الفيلة عصرا كما كانت صباحا. عليكم أن تروا في الفيلة ما يردها عن المسلمين. ألم يعد أمير المؤمنين بأن يرسل لنا مددا من الشام؟ علينا بالانتظار يا خالد، حتى لو ظللنا وحدنا وحتى لو زادوا عدد فيلتهم، علينا أن نقاتل حتى النصر. خطتنا غدا أننا سننسحب أمامهم من القلب حتى يتواغلوا خلفنا، ثم تطبق أنت عليهم من الميمنة وأنت من الميسرة. Thank you.
انتظر الفيلة بعد. وصل المدد. صدق والله أمير المؤمنين، الحمد لله. جاءنا النصر بإذن الله. كما قال الصديق أبو بكر، لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. السلام عليك أيها الأمير. وعليك سلام الله يا ابن عمرو. اصعد إلى هنا الآن، والموقعة على وشك أن تبدأ. أريد أن أعرف أخبارك. أمير المؤمنين أرسل إليك 6000 من جيش الشام تحت إمرة ابن أخيك هاشم بن عتبة، وأنا قائد طلائع. أيكفيك هذا الآن؟ كعهدي بك يا ابن عمرو، دائما نافذ الصبر. أيها الأمير، أريد أن ألحق بالجنود. ألا تستريح قليلا قبل المعركة؟ في القتال راحتي. إنه القعقاع بن عمرو، وقد وصل لتوه من الشام. من منكم يشتاق إلى سيفي؟ بهمن، اخرج له، فأنت من هزم العرب هزيمة قاسية في معركة الجسر. هيا إلي بحصاني. علم مبارز. من انت؟ انا بحثاً جعبوي. يا لثارات أصحاب الجسر. الأمير، فقدنا أحد قوادنا. أنت الذي دفعته إلى هذه المبارزة، فمات على يدي رجل لا يساوي شعره. إذا لم يكن يساوي شعره، فلماذا لا تخرج إليه أنت فتقتله ثأرا لصديقك؟ قتل بهمن جابوي. قتل بهمن بعدها. جادوي يقتل؟ كيف يحدث هذا؟ انهم العرب
الحفاة الجائعون. قص عليك. هل من مبارز؟ بيروزان اخرج له. لا تخش شيئا، ستقتله بسهولة، فلقد أرهقته مبارزة بهمن جذويه، وإذا لم تتمكن منه فسآمر الجنود بالهجوم عليه وقتله. القعقاع. كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا. وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخاليا. ولله عهد لا أخيس بعهده، لأن فرجت ألا أزور الحواني. يا سعد يا ابن أبي وقاص، تعال أرجوك. لقد تعبت من حبس هذا، سأموت غيظا والجميع يقاتلون إلا فارس الفرسان أبا معدن. يا سعد يا ابن أبي وقاص، ما بك يا أبا محجن؟ والله إنك امرأة كريمة، لقد خشيت أن أظل طول عمري هنا دون أن يكلمني أحد. ماذا تريد؟ منة لن أنساها لك أبد الدهر. أحل قيودي وأقسم أنني سأعود عند انتهاء القتال. تطلب المستحيل يا أبا محجن. وعد الرجل. وأبو محجن يفي بوعد. لا لا أستطيع أن أخالف سعدا. لا طاعة في معصية امرأة، وسعد يحبسني عن قتال المشركين. لا أرى شيئا فيما يطلبه. لا، ماذا يحدث لو ألقى أحد الحرس نظرة هنا فلم يجد؟ أحبس نفسي مكانه، وما كنت أفعلها لو كنت أجيد القتال مثل أبي محجن. يا أحمق، ليس على هذه الأرض من يجيد القتال مثل أبي محجن. البلقاء. فرس سعد؟ ماذا تريد منها؟ أقاتل دون فرس؟ إني استخرت الله ورضيت بعهدك، أما الفرس فلا أعيرها. أضيف إلى ذنوبي وهي كثيرة ذنبا جديدا السرقة. سأسرق البقاء لأقاتل في سبيل الله. Thank you.
من هذا الفارس؟ لا نعرفه. يقاتل معنا من لا نعرف؟ فما كان أحد رجال هاشم بن عتبة وقد وصل دون أن ندري. ويقاتل ملثما؟ الله لولا حبس أبي محجن لقلت هذا أبو محجن. وهذه فرسي البلقاء. زالوا يقاتلون. نعم، ما تعودنا قتالا في الليل. أرأيت الفارس الملثم؟ نعم، رأيته وهو يقتل ثلاثة من الفرس. ثلاثة فقط؟ نعم، هذا ما رأيته، ولقد انصرفت بعدها. ترى من يكون؟ بعضهم يقول إنه ملاك جاء من السماء. هيا لإلقاء الجرحى ودفن الشهداء. صغير. ماذا حدث؟ لا تقلقي هكذا، إنه لا شيء. لقد قاتلت اليوم قتالا مدهشا. نعم نعم. وكيف جيش الشام؟ كما تتمنى، انتصارات المتوالية. وكيف كان؟ سأحكي لك في الغد أبا الآن، ففي شوق إلى أطفالي. بني أخيرا عدت لنا. بي شوق لك لا يوصف. رأيتك وأنت تقاتل. أما أنا فلو رأيتك ما قتلي. قبل نزولها للميدان احرسوها جيدا، لا أريد لهؤلاء الحفاة أن يقتربوا منها. لقد فقدنا الكثير من رجالنا في اليومين السابقين. أخشى يا ابن عمرو أن يتأخر هاشم بن عتبة بجيشه، لذلك أرى أن تقسم رجالك إلى فئات تأتي الواحدة تلو الأخرى حتى يعلو حماس المسلمين ويخيب أمل الفرس. انظر أيها الأمير، هل وصل هاشم؟ هذا ما سيظنه المسلمون وما سيظنه الفرس أيضا، لكنهم رجالي، ولقد نفذت أمرك أيها الأمير حتى قبل أن تقوم. يأتيهم المدد. دجرد يحتفظ بمعظم الجيش في المدائن. لدينا قوات أكبر من العرب بعشر مرات، وهذه هي النتيجة. لو أرسل إلي الملك تلك القوات التي يحرس بها نفسه في المدائن لقضيت عليهم في ساعة. ولكن يجب حماية الملك يا دجرد، فهو رمز فارس وشرفها، وسنقضي عليهم. جفينة، ماذا تريد؟ عمان بهدوء.
بهدوء، علينا أن نتفاهم. ماذا تريد مني؟ خذيه. ما هذا؟ خذيه أولا، فقد تكون فيه حياتك. ألم أقل إنكم أغبياء؟ في هذا الخاتم سم، إذا لم تضعي في طعام ساعد فسيكون مصرحك بيد العرب. انتظرني وتعود إلي. عاد بك الشوق أم عاد بك غيره؟ الشوق والدرسي. يبدو أنه يوم طويل، ولقد ظهرت الفيلة مرة أخرى. أدعو الله أن تعود لي سالما معافا. أعجب لجبان مثلي يغامر كما أغامر. لا أظنك تنسين أنك فارسية. خلصينا من شر سعد، ينتصر قومك. أقدر بسعد؟ أليس كريها أن يكون مصرعك على يد العرب؟ تفعل المقادير ما تشاء. خذي. خذيه. دسي ما فيه لسعد. هذا ما قلت للهرمزان. الأميرة كمرزاد لن تتخلى عن قومها أبدا. تدعونني أخاطر بحياتي في عمل واحد بدلا من أن أقوم بعشرات الأعمال. سأنصرف الآن وأتسلل إلى الجانب الفارسي. أتريدين إبلاغ الهرمزان شيئا؟ أبلغه تحيتي. سأفعل يا مولاتي، سأفعل. تدسين السم لرجل يقاتل من أجل دينك؟ سلمى، أيعقل أن تتهميني بالخيانة؟ الأميرة كمرزاد مجوسية وستظلين مجوسية، لكننا أحببناك وعاملناك كواحدة منا. كنت أراوغه جفينة، كنت أنوي قتله كما فعلت مع الآخر. أية لعبة تلعبينها أيتها الفارسية؟ لا يحوي هذا الخاتم سما. صدقيني يا سلمى، إني أصدق ما أرى وما أسمع. واجبي أن أخبر الأميرة بما حدث، ولن أتوانى في أداء واجبي. كنت أعلم أن هذه نهايتي. يحكمون، يحلمون، وبمثلي لا يعبؤون. قوم في السحاب وقوم في التراب. أصدق أن هذا الفارس ليس أبا محجن، أن هذه ليست الفرقاء. سعد، ماذا تريدين؟ أولا أريد أن أعتذر لك عما بدر مني. لن أغفر لنفسي لأني لم أدرك كم تتألم. موضوع شائك عن شيرين. أريدك أن تتأكدي أولا من وجود البلقاء. البلقاء في ساحة القتال وفارسها أبو محجن. من أطلقها؟ أنا. حظك
احضروا لي الفارس الملثم أبا محجن. يقرئك السلام ويطلب منك ألا تنزل ساحة القتال بكل جيشك، بل قسمهم فئات حتى يرعب ذلك الفرس ويطمئن المسلمين. قسموا أنفسكم إلى فئات، وكل فئة من 70 رجلا، وتتقدم كل فئة إلى ساحة المعركة على بركة الله. يجب أن نقضي عليهم اليوم. المدد يصل إلى العرب تباعا يا مولاي. وصل المدد إلى العرب. إن المدد يصلهم تباعا، وجيشنا أيضا في حاجة إلى مدد. من أين؟ ليس في خزائني جنود مولاي، في المدائن جيش كبير. وأنا أصبح بلا حماية؟ لو أننا خسرنا معركة القادسية لأصبحنا جميعا ويزدجرد الثالث أولنا بلا حماية. أرسل المدد إلى رستم. فلتذهب قوتنا هنا إلى رستم. الملك يزدجرد الثالث يرسل المدد إلى القائد رستم. لا لا لا، سيقتلونني لو أبعدت قواتي. قل لهم إنني لن أرسل أحدا. الملك لن يرسل المدد إلى رستم. إنك تقامر بعرشك يا يزدجرد، وتقامر بحياتنا جميعا. إن الرجل الوحيد القادر على حمايتك وحماية فارس هو رستم، فأعطيه ما يريد من قوات. والحرس الملكي كاف لحمايتك. لا، الحرس غير كاف. إن الحرس الملكي يعبدك يا مولاي. كلما تحدثت إلى أحدهم قال لي إننا نفتدي الملك بأرواحنا، ورجال حرسك هم أفضل جنود الدنيا. صحيح صحيح. أرسل المدد إلى رستم. أعلن أن الملك حفظته النار من كل سوء، سيرسل المدد إلى رستم. الملك سيرسل المدد إلى القائد رستم. لا لا، اسمع أيها الأمير، من حقك أي مسلم آخر أن أقاتل، ولو أردت إعادتي إلى سجن مرة أخرى. إن الحسنات تذهب السيئات يا أبا مهجن، ولقد ذهب قتالك بما جنيت. أنت منذ الآن طليق، وليكن لي ثواب إعادتك إلى صفوف المجاهدين، وعلي ذنبك والله غفور رحيم. يا أبا محجن،
كيف القتال على ظهر البلقاء؟ والله لقد حسدتك عليها، وهذا ذنب آخر. هي لك يا أبا محجن. أيها الأمير، أمامك الآن أقسم ألا أتغنى بالخمر أبدا، وألا أذكرها في شأني. طلبتنا أيها الأمير. الفرس يشددون الهجوم على القلب، علينا أن نشدد الضربات عليهم من الميمنة والميسرة، لكن عليكم أن تقضوا على الفيلة أولا. أمرك أيها الأمير. بقية الفيلة. لا لا، انتظروا حتى يهدأ كل هذا. القتال ليلا، هذا زمن غريب. اللهم انصرهم، فمن اجلك بدلوا ليلهم نهارا. أسبق لهم من قاتلوا ليلا؟ لا أيها القائد، لا هم قاتلوا ليلا ولا نحن قاتلنا ليلا، ومع ذلك فنحن نقاتل. لقد أصبحت متفرجا على ما يحدث. أنا لا أفهم هؤلاء العرب. سلاء عليه بأي ثمن. ما رأيك لو اتفقنا حول الفرس من هنا؟ ليس لدينا من الرجال ما يكفي. أيقول هذا الكلام عمرو بن معدي كرب فارس العرب؟ لم يمر الامير بذلك. وهل منعنا عنه؟ صليح، انت تغانى. لن افعل. لن يرضى الامير عن هذا. ارسل لهم ان يخبره. ايها الرجال، صليح انا ما اجد الفرس. المعركة كرا وفرا، وهو اسلوب جعلهم ينافسوننا.
لأن لديهم أفرادا أكثر مهارة. سنغير هذا الآن. لا بد أن نستخدم قوتنا العددية، وخطتنا هي الزحف. سنواجههم بصف من الفرسان في القلب يؤازره 12 صفا آخر. سنهاجمهم دفعة واحدة. العرب يهاجمون من الخلف. خذوا رجالكم وحاصروا كل المتسللين. كيف يفعلها صليحة دون إذن مني؟ ليس له طاقة بالفرس وهو في هذا العدد الصغير. يا خيس الحق به وتولى الإمارة بينهم. هيا يا أمي. الحمد لله الذي شرفني بجهادهم واستشهادهم، وأرجو من الله أن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا،
بل أحياء مرة أخرى يا خالة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا النهاية يا رفيع. فارس نخرها السوس، ويشاء حظي أن تكون نهايتها على يدي. آه لو تبادلت مع سعد بن أبي وقاص الأماكن لتحدث التاريخ عني كأعظم قائد عسكري، لكنني من الآن سأكون موضع نقد. التاريخ لا يرحم المهزومين. لست حزينا على شيء. الموت كنت أتوقعه في كل يوم من حياتي، وليس في فارس ما يخفق له قلبي. خذ هذا للملكة بوران. الآن أتركك. كل هؤلاء لم يستطيعوا أن يفعلوا لي شيء، فماذا تستطيع أن تفعل أنت؟ خذ هذه ليزدجرد، وقل له هذه نهاية الذين يفكرون في أنفسهم لا في شعوبهم. لا، لا تقل له شيئا، فلن يفهم شيئا. التاريخ سيقول عنه الشيء الكثير. هيا. أتعرف يا سيدي؟ لقد أحببتك. لكنني لست حزينا لما يحدث.
علينا بنصر نستحقه. وهنا في القادسية انهارت فارس، وأنا في لهفة مثلكم إلى إذن أمير المؤمنين لنزحف إلى المدائن وندخل على كسرى في عقر داره. لقد تأخرت رسالة أمير المؤمنين. أخشى ما أخشى أن تتأخر حتى يستجمعوا قوتهم. أيها الأمير، من أنتم؟ نحن من جنود الملك يزدجرد. من الفرس؟ من الديلم. ماذا تريدون؟ لقد آمنا بالإسلام ونريد أن نشهد الأمير على إسلامنا. الله أكبر! عفوا أيها الأمير، فأنا أكره القيود. تقول النجوم يا مولاي إن الكبش قد يذبح، ولكن الشجرة تزهر. كبش؟ شجرة؟ وماذا يعني هذا يا كبش؟ أريد كلاما واضحا، لا أحب الألغاز. طاع طاع يا مولاي، إن النصر سيكون للفرس رغم مقتل رستم. مولاي تكلم. طيب تكلم. تكلم. لقد انتصر العرب وفرت القوات الفارسية. ماذا أفعل الآن؟ ما حدث هو العقاب العادل لفساد قصره. يا ويلكم، يا ويلكم من العرب. ماذا أفعل الآن؟ كن رجلا وتصرف كما يتصرف الرجال. رسول رستم يستأذن في الدخول. دعه يدخل حتى بعد أن مات يبعث رسولا. يا ويلكم من العرب.
أيتها النار المقدسة، بارك خطوات ابنك البار يزدجرد الثالث وألهميه الحل السليم. لا حل سوى ما أقوله لك يا مولاي. نرسل لهم رجلا متسترا بالإسلام يقتل عمر في المدينة. وهل تظن أن ذلك يغير شيئا؟ إن عمر هو صاحب الأمر، وقتله يعود بالعرب إلى بداوتهم وتمزقهم. دع الهرمزان يقتله يا ابن أخي، ثم بعد ذلك اذبح الهرمزان، وبذلك يقول الناس إنك عاقبت الهرمزان على غدره بعمر، بينما في الحقيقة عاقبته لأنه كان جبانا رديدا هرب من مواجهة العرب. خطة عظيمة يا عمتي. مولاي، المهم أن نرسل من يقتل عمر. هذا أمر يتطلب وقتا طويلا، وما نريده الآن هو عمل سريع يوقف زحف العرب على المدائن. طبعا طبعا طبعا، لابد من عمل سريع. السيد بن ديوان سر تجار فارس. مولاي، إن العرب على وشك أن يعبروا النهر. لن يستطيعوا، كيف يعبرون وليس لديهم قوارب؟ لا أعرف يا مولاي، ولكنهم يقفزون إلينا كالجراد. مولاي، ماذا يغيرنا لو دفعنا لهم بعض المال ليرحلوا عنا؟ ندفع لهم الجزية؟ كفى ضعفا يا سادة فارس، بدلا من أن تأتوا لتضعفوا من عزيمة الملك، كونوا رجالا واذهبوا لمقاتلة العرب. نعم، اذهبوا فقاتلوا، دافعوا عن الملك. إذا لم تقاتلوا العرب قتلتكم. هيا فان، لو جاء إلينا هنا هؤلاء الأجلاد لن انتظر حتى يتحكم في صعلوك حاف تعشش الحشرات في جسدي. ماذا تقصد؟ عند الضرورة أخذ ثروتي وتهرب. ليست لفة مناسبة، وطبعا سأعود لأقضي عليهم. فارس هي الملك ويجب حماية الملك. أهذا رأي قائد الجيش؟ تأكدوا أنهم لن يعبروا، لن يعبروا. قد اعتصم منكم بهذا البحر، فلا تخلصون إليه معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا في سفنهم فيناوشونكم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، فلقد كفاكموهم أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفنوا ذادتهم، ولقد عزمت على قطع البحر إليهم، فمن يتطوع ليتقدمنا جميعا. أمرتك يا عاصم على كتيبة الأهوال. الله أكبر!
كن رجلا ولو مرة واحدة. يكفي أستاذ ساسان أن يكون فيها رجل واحد وأنت تعيني. بسرعة يا كلاب، فضل العرب إلى باب القصر. هيا هيا إلى الباب الخلفي، هيا بسرعة. تريدون جميعا أن أكون رجلا اليوم؟ في هذا اليوم بالذات لا أستطيع. ما كان آباؤك يفعلون هذا؟ ماذا ستكسب؟ عاما أو عامين في ظل المنفى مت كريما. لا تلطخ سيرة آل ساسان بالعار. Thank you.
سيدتي، من مبادئ الإسلام أن لا نقتل الأطفال والنساء وخاصة الضريرات. أنت عربي ومسلمة. ملوها بلب. بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فر الجميع وهرب الملك يزدجرد، واحتل جنودنا جميع أبهاء القصر. أريدك أن تعرفه لما فعلت ما فعلت. يا سراقة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع صديقي أبي بكر كان مطاردا من أهله، مطلوبا من المشركين، وطرده سراقة بن مالك، لكن سراقة عجز عن أن يصل إليه إذ راست قوائم فرسه في الأرض. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم سراقة بسوار كسرى وهو كف عن مطاردته. إنه من الذهب الخالص يا سراقة. الله أكبر الله أكبر. هيا لنؤدي صلاة النصر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. صدق وعده. ونصر وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين